كتير بنشتكي ان البنت او الست بتبقى كويسه جدا وفي منتهى النشاط وفي منتهى الحيويه ومودها كويس، وفجاه كده بتتغير ومودها بيبقى وحش. الناس والرجاله وبالذات الازواج بتترجم ده على انها ست نكديه، او انت مالك لويه جوزك ليه، ما تفردي وشك، والموضوع ملهوش علاقه بالمود ولا بالنكد ولا ان هي بتتغير بدون اسباب. الموضوع ليه بعد تاني، بعد جسدي وبعد نفسي، لازم كلنا نبقى عندنا ادراك بيه. النهارده في سايكو هنتكلم عن متلازمه ما قبل الحيض او متلازمه البي ام اس. يا جماعه احنا اخترنا الموضوع ده النهارده علشان الناس اللي حوالين الست يبقى لازم عندهم وعي في طريقه التعامل، وعندهم تفهم ان الست بتتغير الايام ما قبل الحيض علشان دي تغيرات هرمونيه غصبا عنها، فما ينفعش بقى نعلق لها المشنقه يعني ما ينفعش نقول لها بقى كل الانتقادات وكل الحاجات والدنيا تتطربق في اليومين الثلاثه، لا، ممكن يبقى احنا عندنا ادراك ازاي نتعامل معاها. والاكتر من ده وده ان احنا نبقى عارفين ان دي حاجه خارجه عن ارادتها مش بايديها خالص. فاصل قصير ونرجع لكم تاني، استنونا.